أهلا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امبارح اتصلت بجنابكم وتكلمنا على موضوع شهادة الصديقة بنت الصديق أسماء بنت أبي بكر، ورواية موجودة بتقول فعلناها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بالوقت أنا عاوز أفهم من أستاذ ولد اللي أنت دائما تقول افتحوا عقلكم، أنا عاوز الشيعة يعني شوية افتحوا عقلهم. أيوه. طيب جنابك ما يحتاج من جنابك أنا شوية تصغي للكلمة، أنا شوف إزاي أنا أعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي رسول الله بيقول لنا المتعة حلال وبعد شوية يقول لنا لا حرام. صحيح يا أخي تسفيدي، أنت عندك طبعا حق، لكن ممكن تديني أنا بقى أرد عليك. تفضل. لما يجي علي بن ابي طالب مثلا في كتب، لا قبل علي بن ابي طالب، انت قلت ان اسماء تمتعت، صح؟ صح. وانا رديت عليك برضو امبارح وقلت لك كيف تتمتع اسماء وهي زوجة الزبير ومخلفة؟ لا 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 لا، اسمعني صار خطأ عشان هقفل عليك الموضوع. لا لا، صار خطأ الموضوع. لا، اسماء لم تتمتع، هي كانت شاهدة. لا اسمعني للاخر، ما احبش كده الشيعي الخبيث اللي يدخل يرمي كلمات وخلاص ويبتدي ينقل في موضوع تاني عشان يثبت الكلمة الأولانية. أنا قلت لك أمس وتحديتك وقلت لك أعطيني متى تزوجت الزبير بن العوام، ومتى أنجبت عبد الله بن الزبير بن العوام، ومتى أحلت المتعة. فلو أنت فعلا إنسان بتبحث عن الحق كنت جيت قلت لي يا وليدي يا إسماعيل، أنا بحثت في الموضوع ولقيت ان اسماء بنت ابي بكر عندما احلت المتعه لم تكن متزوجه من الزبير بن العوام، ولم تكن انجبت عبد الله بن الزبير. لكن انت انسان ما عندك اصلا امانه ولا عندك انصاف ولا أجيب. عايز تبحث عن المساله بحق. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انت بتقول ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يحل شيء ثم بعد ذلك يحرمه؟ أمثلة كثير جدا في القرآن الكريم، منها آيات كمان حتى قرآنية نسخة، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ده القرآن اللي هو قرآن فيه حاجات نسخت. لو أنا مثلا عايز أمشي معاك وقلت لك لا يا سيدي، ده المتعة حلال، دي مليانة في كتب السنة والجماعة، هم اللي حلوها أحلوها. لما أنا أجي أفتش في كتب الشيعة ولا إن علي بن أبي طالب بالسند صحيح يقول أن المتع حرمت يوم خيبر، ولاقي عن أبي عبد الله ما لك وما للمتعة فقد أغناك الله عنها، وكذا رواية. لذلك أنا يعني هتحداك في شيء بسيط واسمع مني، هل تستطيع إن كنت أنت متأكد بالفعل أن المتع حلال إلى يوم القيامة، هل تستطيع لعن كل من قال بحرمة المتع في كتب الشيعة؟ طيب اسمح لي ارد عليك لو سمحت، هو في كلام كثير. تفضل اسمح لي. تفضل رد على السؤال. استاذ وليد، انا البارحه اتصلت فيك. اسمح رد لي على السؤال. رد على السؤال. الله يحفظكم ان شاء الله. رد على السؤال. انا رديت على كلامك اللي انت رميته في الطيات. انا دلوقتي سالتك سؤال، هل تستطيع بس لعن لا بس في مقدمات جنابك؟ لا لا، حضرتك كم كثير من الكلمات مقدمات رد على السؤال عليها. من غير مقدمات رد على السؤال وبعد كده حط المقدمات اللي انت عايزها. كلامك اللي قلته يعني صحيح وانا مش هرد عليه. لا ما يصير، ما يصير. لا انا ما قلت لك مش كده، انا قلت لي لو انت معين وكل والكلام اللي قبل. معلش زنقتك في كورنر، انا زنقتك في الكورنر، قلت لك دلوقتي من يحلل حلال، من يحرم حلال الله هو ملعون عندكم. فهل تستطيع أن تلعن كل من أحل المتعة في كتابك أو في كتبك؟ إما نعم وإما لا. أستطيع أن ألعن، قصدك يعني ألعن كل من حرم المتعة؟ قل لعنة الله على كل من حرم المتعة في كتب الشيعة بعدما أحلها الله. طيب أستاذ وليد، ممكن أتكلم كلمتين لو سمحت؟ يبقى أنت جبان وأنا مايل زمن الجبناء. يلا